تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تهنئة من أخيه سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح بمناسبة تزكية سمو حفظه الله ورعاه لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله لولاية العهد ومبايعة مجلس الأمة لسموه وليا للعهد. هذا نصها: سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير البلاد المفدى، تحية طيبة وبعد، يشرفني أن أرفع إلى مقام سموكم حفظكم الله ورعاكم أطيب التمنيات وأصدق التهاني بمناسبة صدور الأمر السامي بتزكية سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وليا للعهد. ويسرني بهذه المناسبة السعيدة أن أعرب لسموكم رعاكم الله عن بالغ الاعتزام بهذه التزكية السامية التي تعكس رؤية قائد حكيم ذو حنكة وبصيرة نافذة، وتؤكد حرصكم على تدعيم استقرار البلاد، مبتهلا إلى الله تبارك وتعالى أن يوفق سمو ولي العهد الأمين وأن يسدد خطاه عضدا وسندا لسموكم رعاكم الله لمواصلة المسيرة المباركة للأجداد والآباء لبناء وطن ينعم بالأمن والأمان والاستقرار. خالص التهاني لسموكم حفظ الله ورعاكم، وأطيب التمنيات بأن يلبسكم الله ثياب الصحة والعافية، وأن يديم على بلادنا الحبيبة العزة والرفعة والتقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة لسموكم حفظكم الله ورعاكم. مع أطيب التمنيات، جابر المبارك الحمد الصباح.